الوغ الدور اللي كنجسد هو الدور ديال غيتا، واحد الام اللي بزاف ديال النساء غادي يلقاو راسهم فيها، كتكافع على قبل وليداتها، خدامه معاونه راجلها، مقاتله معاه على الزمان ايتو، ودونك غادي يوقعوا لها يوقع لها مشكل واحد اللي غادي يبدل لها حياتها كلها، وداك المشكل هي اللي غتجيبو لراسها. دونك بلا ما نعطيك لي ديتاي، باش بلا ما ندخلوا في التفاصيل اكثر. كتكون محطوط مع تبارك الله اسماء بحال هكذا وكبار بحال هكذا، اللي عندهم ان باركور تبارك الله اللي كلشي كيشهد به، يعني كيكون عندك بحال ان تشالنج، خصك تكون في المستوى، خصك تعطي في كل ما في جهدك، باش ماشي واحد كيصيفط لك كره زوينه وانت غتصيفطها له ناقصه. دونك هذا بالنسبه لي تحدي زوين، وكيعجبني ملي كيكون بحال هكا شي عمل فيه اسماء اللي تيشرفوا واللي كيدفعوا بك باش تعطي ما احسن ما عندك. انا لاميس كنت عرفتها اون طونك سيناريست، يعني مي ما كنتش تلاقيت بها بزاف ايتو، دونك دابا اكتشفت واحد الحاجه اخرى اللي فيها مخرجه اللي اومين بزاف، وعندها واحد لا دوسور في الخدمه، يعني كتحس براسك مرتاح، وكتعرف تعطي الكلمات اللي خاصين باش تحطك في هذاك لا سيتوياسيون اللي خصك تكون فيها. دونك الحمد لله الخدمه معها مزيانه، واكتشفت مخرجه اللي كنتمنى ليها ان شاء الله التوفيق ومسيره ان شاء الله تكون مزيانه. انا مع لا ديسكريسيون، و كنظن ان كاين شي حوايج ما كاينلاش ما عندش الناس باش غادي ينفعوهم، وكاينين دي زيفينمون اللي كيكونوا زعما داكشي انتيم ديالك انت. وي نقدر نعلم الناس انني مثلا فاش كنت حامله باش الناس يعرفوا هذا، منين ولدت انا ولدت، ولكن بلا ما نعطي لي ديتاي الحماله ديالي ولي ديتاي الولاده ديالي ولي ديتاي السبوع وزيد، يعني كتقاسم مع الناس الفرحه ديالك، حيت الناس كيبغيوك، دونك من حقهم يعرفوا شنو واقع في حياتك، مي بلا ما ندخلوا في التفاصيل.